يا اهلا بحضراتكم مره اخرى ورجعنا لكم، بس المره دي بضيفه البرنامج اللي مشرفانا دكتوره فاتن صلاح، استاذ تاريخ العماره بكليه الهندسه وعضو خبراء التراث العرب. يا مساء الخير، كل سنه وحضرتك طيبه يا دكتور. مساء الخير، كل سنه وكلكم طيبين وحضرتك بالف صحه وسلامه. رمضان في مصر حاجه تانية. تأكيد. حقيقي رمضان في مصر حاجه تانية. رمضان قبل رمضان بيبدا ان بنستعد لاستقبال الشهر الكريم، لكن استقباله كده مليان بهجه، واول نموذج من نماذج البهجه اللي كلنا تقريبا استخدمناها واحنا صغيرين الفانوس. طبعا واحد من المظاهر المختلفه تماما والمصريه جدا حقيقي. الغريب بقى انه المفترض ان احنا بنتكلم في رمضان، دي فريضه بعد الاسلام، لكن الأغنية اللي بنغنيها للرمضان وللفانوس واحدة من الأغاني المصرية الخالصة الفرعونية. بالظبط. إيه الكوكتيل الغريب اللي احنا بنعمله ده؟ كوكتيل مصري طبعا. المصريين يعني نتكلم عن أصل أغنية وحوي يا وحوي. المصريين في الأساس بيحبوا الطقوس، يعني أصلا الشعب المصري من أول الحضارة المصرية القديمة وهو شعب عاشق للطقوس، يحب اي مناسبه يعملها طقوس واحداث ويغلفها ببعض يعني الاحداث كده. ففكره الاغنيه دي اصلا جت مع طرد الهكسوس من مصر. يا حطب هي ام الملك احمس. ام الملك احمس، ودي كانت اول جنرال عسكري في الجيش المصري. نالت نوط او وسام الذبابات الثلاثه بسبب تشجيعها للجيش على وحثها للجيش على طرد الهكسوس. فهم راجعين في موكب الانتصار بقى، وهي راجعه مع ابنها المنتصر، استقبلها الشعب المصري بكلمه قحوي وحوي اياح. يعني ايه الكلام ده؟ هي كلمه اياح هي اعح، بس الحرف العين والحاء ما بينطقوش كويس ورا بعض، وكمان لما بتترجم للغه الاجنبيه اللغه الانجليزيه فايح. فهي معناها القمر، هي اسمها معناها القمر. فهل هل هل القمر او اهلا بك يا قمر، كانوا بيغنوا لها الاغنيه دي كانوا من انواع الترحاب. صحيح. فرحوا بيها لما رجعت في موكب الانتصار، واصبحت الاغنيه دي عاده عند المصريين وتحديدا الاطفال في استقبال القمر كل شهر. كل ميلاد قمر جديد الاطفال يتجمعوا بالليل، احنا عارفين الاطفال ما كانش عندهم وسائل تسليه، فكانوا بيتجمعوا يلعبوا في الشوارع ويغنوا الاغنيه دي مع مطلع القمر. لما دخل الاسلام لارض مصر المصريين لسه بيتكلموا اللغه القبطيه اللي هي مزيج ما بين اللغه المصريه القديمه واللغه اليونانيه. ولما عرفوا اهتمام العرب والمسلمين بالشهر شهر رمضان الكريم، وانه طبعا هم بيشتغلوا بالشهور القمريه، فكنوع من انواع الطقس الترحيبي والابتهاجي بهذا الشهر، رجعوا تاني يغنوا الاغنيه بتاعه وحوي يا وحوي اياحه، واصبحت اغنيه طقسيه مرتبطه بشهر رمضان. مع العلم ان هي في الاصل اغنيه مصريه قديمه. صحيح.